طيب خليني أضع حضرتك ومشاهدي حضرتك الكرام في خلفية الموضوع بشكل واضح عشان تبقى الأمور واضحة للسادة المشاهدين. مهم. إحنا في فترات الخريف وبداية الشتاء بيزيد معدلات انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. ده له عدة أسباب، واحدة منها إنه الناس بيبقى عندها رغبة أكثر إنها تبقى تقفل الشبابيك، تقلل التهوية، تقعد في أماكن مغلقة عشان الدفء، وده بيساعد على نشاط الفيروسات التنفسية. تمام. الجفاف الجو، لأنه الجو في الشتاء وفي الخريف بيبقى جاف بعكس الصيف اللي بيبقى رطب، الجفاف ده بيؤدي إلى زيادة في نشاط الفيروسات التنفسية، ده بطبيعة الجو. تمام. الحاجة الثالثة إنه الأغشية المخاطية اللي موجودة في الأنف والجهاز التنفسي مع الجو الجاف إفرازاتها بتقل، وده بيساعد الفيروسات على أنها تخترق الجهاز التنفسي بشكل أسرع من فترات الصيف. فدي الأسباب اللي بتخلي في الوقت ده على مستوى العالم كله، في السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها والسنة الجاية والسنة اللي بعديها، إن الوقت ده من السنة بيبقى وقت لانتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. بشكل عام. الفيروسات بشكل عام في كل العالم ولكل الناس. نعم. ال 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 الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي ده طيف واسع. منها الإنفلونزا، إحنا بنعرفها باسم الإنفلونزا، اسمها العلمي N1H1 وفي N7H9 وتنقسم إلى A وB وC، طيف كبير جدا تحت تسمية الإنفلونزا. تمام. في نوع تاني من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي اسمه الأدينوفيروس أو الفيروس الغدد. في نوع ثالث اسمه الراينوفيروس، وده بيصيب الغشاء المخاطي للأنف. في نوع رابع اسمه البارا فيروس. في نوع خامس اسمه الفيروس RCV أو الريسبيراتوري سينسيال فيروس أو الفيروس المخلوي التنفسي. ده الأكثر انتشاراً الموسم ده. أكثر انتشاراً في الموسم ده. في الموسم اللي احنا فيه. لكن السنة اللي فاتت كانت الإنفلونزا أعلى أو الكورونا كانت أعلى، هي برضو من الفيروسات التنفسية. نعم. ففي كل موسم بيبقى فيه فيروس له معدلات انتشار أعلى من غيره. طيب. احنا من خلال الرصد اللي قامت به وزارة الصحة من خلال قطاع الطب الوقائي لقينا ان الموسم اللي احنا فيه ده معدلات انتشار الفيروس المخلوي التنفسي أعلى من الإنفلونزا وأعلى من الكورونا وأعلى من الأنيل فيروس. يعني جالنا قبل كده، حصل انه جه قبل كده في سنوات اخرى. حصل في سنوات سابقه ومن الوارد انه يحصل السنه الجايه واللي بعديها، ده امر متكرر للحدوث. تمام. في مثل هذا التوقيت من العام. هو معدي يا دكتور حسام؟ هو معدي، بينتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق لمس الاسطح اللي عليها الرذاذ اللي موجود في، يعني هو فيروس تنفسي بينتقل عن طريق الهواء والرذاذ. طيب الفكرة العامة انه من كل 100 موجودين عندهم اعراض البرد اللي هي سيلان الانف والكحة وارتفاع في درجة الحرارة والاعياء او بعض الالام في المعدة، الادوار الدور البرد، في 73% اللي عندهم الاعراض دي سبب الاعراض هو هذا الفيروس السنة دي. تمام. طيب الفيروس ده ليه تطعيم خاص بيه يا دكتور حسام؟ لا ملوش تطعيم. طيب ومدى خطورته ايه؟ ايوه. هو من كل 98 او كل 100 في 98 ل 99 واحد اعراضه بتبقى خفيفه جدا، مفيش اكثر من ارتفاع درجه حراره خلال 5-6 ايام بيخف لوحده. هايل. طيب في عندنا واحد هايل بيخف لوحده، ده يعني قول فصل. الباقي بقى النسبة الضئيلة، من 1-2% بيحصل عنده بالإضافة لالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي إنه يحصل التهاب في الشعب الهوائية أو في القصبات الهوائية ويؤدي إلى صعوبة في التنفس واستمرار في ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام لا تستجيب للمخفضات. ساعتها بنحتاج إلى تدخل طبي من خلال زيارة الطبيب المتخصص. تمام. أو المستشفى.
تمام. يبقى طيب هو بيصيب ايه؟ بيصيب اصلا الاعمار من سن الولاده لحد سنتين اكثر، لكن وارد انه يصيب بثلاثه واربعه وخمسه وسته وحتى يصيب البالغين. طب مين اللي اكثر عرضه للتاثر الشديد؟ الناس اللي عندها ضعف في الجهاز المناعي. تمام. الناس اللي مناعتها ضعيفه، الناس اللي عندها عيوب في الاطفال بالذات المبتسرين اللي عندهم عيوب في القلب او عيوب خلقيه. مش هيك. او كبار السن اللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي، عندهم امراض مزمنه، سكر، ضعف، وهكذا. طيب نعمل ايه عشان الناس تحافظ على نفسها؟ ان احنا نرفع قدره الجهاز المناعي من خلال التغذيه الجيده، شرب السوائل، والحفاظ على النظافه العامه، غسيل الايدي المستمر، وتطهير الاسطح، وعدم التواجد في اماكن ضيقه في التهويه. لو انت موجود في اماكن سيئه في التهويه البس الكمامه. لسه كنت هقول لحضرتك بقى، هل في الحاله دي الكمامه يعني تحمي من العدوى بقدر كبير، ولا اللي عنده الاعراض ومريض بهذا الفيروس او حامل ليه يعني يتم عزله؟ لا، هو الكمامه بيلبسها السليم عشان ما يتعديش. تمام. المريض بقى انه يقعد في البيت لحد ما تزول الاعراض، سواء كان طفلا او كبيرا. تمام، ده كلام مهم. طيب في حاجه بقى، بمناسبه ما احنا بنتكلم عن الانفلونزا وفي دخلات الشتاء دايما ومع الشتاء الناس بتحس كده باعراض وتكسير في الجسم ودماغها، كل ده تقول لك ايه، انا هنزل اخد حقنه برد هبقى زي الفل بعدها. ايه موضوع حقنه البرد؟ الحقيقه ده موضوع خطير جدا ولا ينصح بيه، لانها عباره عن مجموعه مركبه من الادويه تشمل الكورتيزون وتشمل الفيتامينز وتشمل مضادات حيويه. مفيش اي دراسه علميه بتقول ان تركيب الحاجات دي على بعضه مش ضار. طب ودي بتبقى متركبه في الصيدليه ولا جاهزه؟ لا، دي بتبقى متركبه. دي متركبه. بنجمع مجموعه من اخذ الكورتيزون بلا وصفه طبيه ده ممنوع. تمام. اخذ المضادات الحيويه بلا وصفه طبيه ده ممنوع. وبالتالي ما ننصح بيه احنا في وزاره الصحه مش حقنه الانفلونزا، ولكن اللقاح. لقاح الانفلونزا اللي احنا اعلنا عن تواجده في مصر، اللقاح والكثير من الصيدليات. وبيتاخد اسمه لقاح ايه يا دكتور حسام؟ لقاح الانفلونزا؟ لقاح الانفلونزا، لانه فيه هو في كذا اسم تجاري. احنا بنتكلم على الاسم التجاري. لا، مش بتكلم على الاسم التجاري، اقصد يعني لقاح الانفلونزا الرباعي. الرباعي، ايوه، ده اللي احنا موفرينه. ده ينفع للاطفال؟ بيبدا من سن 6 شهور. 6 شهور، هايل. 6 شهور بشكل امن جدا، هايل. وبيتاخد في سن 6 شهور والمراحل العمريه كلها، سواء كان في متوسط العمر، في مقتبل العمر، في المراحل السنيه المتقدمه، وبيؤدي الى زياده الممانعه والحفاظ على مفعوله. بيقعد فتره يا دكتور حسام؟ هو بيتاخد مره واحده في الشتاء او في الفتره ديت، الفتره ما قبل الشتاء. وما بيتاخدش غير بعد سنه كامله او في الموسم الجاي. وطبعا اللي ياخده المفروض ما يكونش عنده برد، يعني يبقى سليم معافى. يفضل. تمام، ده كلام مهم علشان بس ما يحصلش. انه ليه بتابع مع حضرتك الملف ده؟ اولا بنتكلم فيه بقى لنا كذا يوم. الحاجه الثانيه، ما يحصلش هلع واشاعات في المدارس علشان الأطفال الصغيرين أو حتى لو كانوا الطلبة العاديين، فده في غاية الأهمية.